لقيت مكان علي عسكري وراح انتقم منهم. ما بيكفي هالشي معلم. شو اللي ما بيكفي يا عبد الحي؟ نحن شو قلنا علاقة بوزير إيراني؟ أنت وين كان عقلك لما خطفنا الزلمة؟ بس وقتها ما سألتني. أنت جنيت بدي أسألك عن شغلي؟ تروح عبد الحي شو هالحكي هاد؟ اتركوا مماتي. قولي اللي بدك يا عبد الحي. ما عندي شيء لأقوله. بس يا معلم مو جريمة إذا الواحد اعترف بالغلط. بس الواحد يتراجع بيسموه متراجع يا عبد الحي. خلي اللي بده يتراجع يتراجع. أنا ما راح أترك الشغلية اللي بشوفها صح.